لك أهلين، كيفك أنتي؟ شو أخبارك؟ رائد، بدي أسألك سؤال. أنت شو شفت على أمير بالضبط لحتى تحكي هذا الكلام؟ إيه أنا حكيت معه وتأكدت 100% أنه هذا الكلام ما هو مزبوط. لك شو بدك؟ شلون تأكدت؟ هي أخي وبعرف إمتى بيكذب وإمتى بيصدق. طيب عندك دليل؟ شلون متأكد؟ ما أنت مبارح لساتك عم بتقلي إنك شاكك مانك متأكد. بقى شو عدا ما بدا بالله؟ وليش ما بينحكى على التليفون؟ طيب ماشي خلاص اتفقنا. أهلين رائد. أهلين. أمجد يحكي معك. ألو، أهلين. أهلين، أنت كيفك؟ الحمد لله. معلش أقول لك شغلة، ممكن نأجل الحكي بهالموضوع؟ إيه والله عم جاني راسي وأعصابي تعبانة. إيه أنا برجع بخبرك. أهلين، مع السلامة. اكتوبري قلبي، أنا بعرف إنك أنت طيبة وقلبك كبير، الله يخلي لي إياكي. لك يا أمي يا حبيبتي، أنا ما عندي شيء ضد الشاب، بالعكس هو أكابري ومهذب ومحترم. لك إيه، هذا المهم. هذا مهم، بس مو هو الشيء الوحيد المهم. أنا آسف رزان، عن جد أنا آسف، بس بصراحة تفاجأت. شو اللي فاجأك بالضبط؟ ما بعرف ليش ما كان يخطر لي انه انت تكوني مرقتي بعلاقة حب، قصدي علاقة جدية. وليش بقى؟ ما بيبان عليك عندك تجارب سابقة. يعني كيف ممكن يبان؟ قصدي انت شلون ممكن تعرف انه هاي الوحدة عندها تجربة حب سابقة ولا لا؟ بيبان، لانه هيك نوع من التجارب بتخلي الواحد اكثر جرأة. بجوز الواحد بس مو الوحدة. قصدي انه الشاب بيختلف عن البنت بهي القصص. بشو؟ يعني على اعتبار انه هاي التجارب بتخلي الشاب اكثر جرأة، لانه منيح كثير انه يصير اكثر خبرة. بالنسبة للبنت ما بعرف، هي التجارب ممكن تخليها اكثر تحفظ. يعني انت علاقتك مع ادم خيبت لك املك بالحب؟ لا، خيبت لي املي فيه هو. طيب هلا بعد ما صار جاركم، فرضا يعني حب يتصل فيكي او يتواصل معك، انت شو؟ ما بعرف. شلون يعني ما بتعرفي؟ رزان معقول بعد اكثر من 6 سنين يكون في عندك رغبه تتواصلي معه؟ بجوز ما نسميها رغبة، بجوز تكون فضول. فضول لشو؟ يعني انك تشوف حدا كان بيعني لك بيوم من الايام اشياء كتيرة، حدا كان ممكن مصيرك ومصيره يرتبطوا مع بعض وللأبد، تشوف حياته وين راحت، تسأل حالك يا ترى انا خسرت ولا كسبت لما ما كملت انا وياه. طيب انتوا ليش ما كملتوا؟ قصة طويلة. احكي لي. ماني حاسة حالي جاهزة هلا.
طيب طيب خلاص مستعجل هلا، خلاص بحكي لما اصير بالشغل. اسمعي اسمعيني منيح، انا ما بمسك بايدي اللي بتوجعني. خلاص بقى خلاص ربا، فهمتك من قبل، انا ما خرج حدا يبتسني بهالطريقه، فهمتي؟ يلا يلا مع السلامه مع السلامه. خلص قبل الاجتماع بكره بيكون كل شيء جاهز. لك معتز صاير معك شيء انت منيح؟ شرفك في شيء؟ لانه مو على طبيعتك. لا انا تمام تمام. على فكره مو بس انا حاسس بالموضوع، اليوم حكى معي الاستاذ فؤاد قال لي شبه شو صاير له وغيره وغيراته. ليك حبيبي يعني هون نحن بدك تعتبر اصدقاء، لا تاخذ ليها بزنس ما بزنس. احكي لي شو صاير معك. ما في شيء ما في شيء، موضوع عائلي وان شاء الله بينتهي عن قريب، ما في شيء. طيب يلا بخاطرك. الله معك مع السلامه. ايه منى انت شو عم تحكي؟ طيب طيب اهدي 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 وفهميني. لك سامر هذا الحكي ما بيمشي حاله على التليفون، انا لازم شوفك. الكلاب مستغفلينا ونحن اخر من يعلم. لك لا لا شو برا؟ ليك اسمع معاذ اليوم بعد الظهر مسافر. ايه ايه شغل على قولت الشغل، شو بيعرفني؟ ما عاد صدق بشي، ما بعرف، قال على عمان. تعا انت ايه اليوم؟ هلا هو لبكره بده يضل ويمكن لبعد بكره. لا 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 ما فيني وابني. امتى بتخلص شغل؟ طيب انا ناطرتك. ايه باي. ماما تتذكري قديش كنتي مشتاقة لبابا قبل ما تطلع هديك القصة تبع انه هي كانت مع زياد؟ بتذكر. طيب ليش ما عاد قلتي شي؟ ليش ما عم تشتاقي لها؟ امي انا نعست وبدي نام، تصبح على خير. عن إذنك شوي. شوبت ما؟ لك شبك؟ قلت لك حكاني من شي ساعة لما وصل على عمان. هلا أنت شفتي الكود الأردني بعينك؟ إيه شفته، والله شفته بعيني، بعدين حتى لو ما شفته، أنت ليش هالقد متوتر؟ هلا أنت شفتي لما ما شفتي؟ عم قل لك شفته، أساساً هو ليش لحتى يكذب؟ شو بيعرفني؟ بس وقت صارت قصتي مع روى كذبت عليها وقتها، وقلت لها أنا بالضيعة وأنا كنت بالشام. هلا فهمت عليك ليش مرعوب. اطمن. شوف هذا اتصاله. شفت؟ شفت.
أنا بدي أنتقم منه. كيف؟ بدي نرد له اللي عمله فينا، بدي نرد له غدره فيك وفيه. مرحبا. أهلين نادية، تفضل.